انت شايف ده كان رد فعل خارج القانون من الاسره التانيه؟ لو كان لهم حق اساسا عند زين نتيجه اتهامه ان هو يعني ممكن يكون سبب من اسباب الخرطوش الطائش اللي جه في بنتهم وتسبب في قتلها؟ ازاي ده بنتهم ماتت بعد المشكله دي بسنتين من الكهرباء؟ ما يبرروش موقفهم نهائي. لو بنتهم ماتت بسبب طلقه الخرطوش كانت تموت من 4 سنين. احنا برضه عايزين نعرف مش من سنتين سبب العنف ده، يعني عشان يجيبوا ولد اليتيم عشان يبهدلوه يا ريس. دول كلهم طالعين من السجون، لسه ابن خال البنت اللي انت بتقول عليها دي طالع من 5 ايام بس، طالع من السجن كان واخد 4 سنين. يا ريس هم هيحللوا موقفهم بايه؟ يا ريس احنا أيوة حاجة كل خبر. الناس بيقولوا لنا احنا قدامنا الفيديو كل الناس بيقولوا لنا الناس دي مطرودين من بلدهم، يعني كل دول على شخص واحد. ده انت شفت الفيديو بتاع الساح لما يمشوا بيه، ده مفيش حد ايده فاضيه، يعني كل اللي في ايده سنجه. ما حصلتش، احنا عاوزين نوقف المهزله دي. الناس مين ده المصلح عشان يتهموه ان هو بلطجي ورايح عليهم يضربهم؟ يعني كل الفيديوهات دي بلاش كلامنا احنا كاميرات الشارع. فين دولة القانون؟ معرفش. يعني احنا لما كل واحد هياخد حقه بايده بالشكل ده، لو افترضنا ان الثانية اللي صوت من الفيديو لو فيه هتسمعه بيقول لي ايه؟ بيقول لك ديتها قرشين لمحامي يجيب لنا 3 سنين سجن. ده اللي هم القتلة اللي بيقولوا كده القتلة في الفيديوهات. يا ابني ويا ابني احنا هنعمل فيك وفي اهلك كلهم كده. سيادتك سيادتك زين وهو بتدرب في فيديو بيقول فيه حرام عليكم ابني. انا عملت لكم ايه؟ انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ لو زين عمل حاجه قبل كده ما كانش هيقول كلمه زي دي في الفيديوهات، طلع الصوت بتاعها بيقول لهم حرام عليكم انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ وانا عملت لكم ايه؟ لو زين مدمر ولا زين عنده طفل واحد ولا عنده طفلتين، طفله عندها سنه ونص وعيل لسه ما كملش 40 يوم. مين يا رب دول بقى؟ ربنا. بطالب سرعة القضاء، أنا بطالب القضاء بسرعة بجلسة عاجلة لوقف المهزلة دي عشان محدش يفكر. الناس تعبانة، الناس بتغلي، احنا كلنا جوانا نار، الدنيا كلها عاوزة تعمل بسبب اللي بتشوفه، محدش بيشوف الفدية لما بتعب. ما بناكلش، ما بننامش، مش عارفين. بص العيال الصغيرة عندنا ما بتنامش، العيال الصغيرة اللي في البيت كلها أنا حاسس بيها.